احتل وسم سفاح الإسماعيلية بالأمس مواقع التواصل الاجتماعي في مصر، كيف لا والمجرم الذي أشعل الرأي العام بجريمته البشعة يطل لأول مرة في محاكمة مصورة بالصوت والصورة ليكشف التفاصيل الدقيقة وراء جريمته التي انتهت بقطع رأس الضحية والتمثيل بجثته أمام عشرات المواطنين. الصورة والفيديوهات المنشورة من داخل قاعة المحكمة تبين إفادة النيابة العامة ضده، كذلك التهم الموجهة إليه من قبل محامي الادعاء، ولكن كل ذلك لم يكن مفاجئا فما ذكروه كانت تفاصيل يعرفها كل المصريين ومن تبع القضية في وقتها، ولكن المفاجئ هو الدافع وراء الجريمة والذي كان صادما ومخالفا لكل ما قيل وانتشر على السوشيال ميديا من قبل. فما كان ينقل سابقا هو أن المجرم ارتكب جريمته بدافع الانتقام من الضحية بسبب اعتدائه على أمه وأخته، إلا أن هذه الادعاءات اكتشف زيفها، ويعني ظهرت رواية جديدة قادها المتهم ومفادها بأن الضحية كان قد ساومه للقيام بفعل مخل لقاء خدمة ما طلبها المجرم من ضحيته في وقت سابق، وهو ما لم تثبت صحته لدى النيابة العامة. المتهم أقر أيضا بأنه تعاطى مادة مخدرة قوية قبل القيام بجريمته، وهو ما ساعده على تنفيذها بلا تردد أو خوف. أما فيما يتعلق بصحته العقلية فقد أوضحت الفحوص التي أمرت النيابة بإجرائها خلوه من أي أمراض أو أي اضطرابات عقلية قد تفقده أو تنقصه الإدراك أو الاختيار، وذلك سواء في الوقت الحالي أو في وقت الواقعة محل الاتهام، مما يجعله مسؤولا عن الاتهامات المنسوبة إليه. لكن المشهد الأكثر تأثيرا في المحكمة كان حضور والدة المتهم كواحدة من الشهود، وقد أثار رد فعلها عندما رأت ابنها جميع مواقع التواصل الاجتماعي. دعونا نشاهد الفيديو. ننتقل إلى التعليقات، سأبدأ من حنفي. سفاح الإسماعيلية، النيابة قالت أنه بعد التحليل للتهم ثبت أنه كان واخذ مادة مخدرة اسمها سيتيومين، وما فيش محامي رضا يعني يترفع عنه، فالمحكمة وكلت له محامي علشان تبقى المحاكمة قانونية. أما عماد فكتب البعض ولسبب غير معلوم من بعض الصحفيين عاوز يلم تعاطف كبير مع سفاح الإسماعيلية، القاتل يبقى قاتل لو مهما كانت الأسباب.